على مدار 24 ساعة يستقبل منفذ الوديعة الحدودي البري الفاصل بين السعودية واليمن أعدادا كبيرة من اليمنيين المسافرين بين البلدين. حركة الناس هنا تتم وسط إجراءات ميسرة من الجهات الحكومية العاملة في المنفذ لذوي الحالات الخاصة، خاصة للمصابين من المقاومة الشعبية اليمنية. مركز المراقبة الوبائية بمنفذ الوديعة يقوم باستقبال الحالات العلاجية على مدار 24 ساعة، يتم علاجهم ويتم نقل بعض الحالات الخطيرة إلى مستشفيات المنطقة لعمل العلاج اللازم لهم. منذ بدء عاصفة الحزم تم دعم هذا المنفذ، إذ بات المساحة الوحيدة لاستقبال المسافرين من خلال مسارات متعددة للمركبات وكذلك المشاة، لا سيما بعد إغلاق منفذ الطوال في جازان. والله الحمد لله رأينا دخول تسهيل لليمنيين بصورة مستمرة على مدار 24 ساعة، سواء للنازحين من المناطق المنكوبة أو المحافظات الجنوبية والشمالية. تعتبر منفذ الوديعة يعني حلقة وصل بين اليمن والمملكة العربية السعودية، وهذا يعني لمسنا من خلال زيارتنا عبر هذا المنفذ، يعني استقبال تمام ومعاملة يعني مشكورة من الأخوة الجانب السعودي. تتقاسم عدة جهات حكومية تأمين المنفذ عبر إجراءات احترازية تحول دور الإخلال بأمن المعبر وحركة الناس. بعد إغلاق 3 معابر حدودية بين السعودية واليمن بسبب الأوضاع الأمنية، عملت السلطات السعودية على تجهيز منفذ الوديعة الحدودي ليستوعب أكثر من 2000 عابر يوميا بين البلدين. بدر ربيعان، سكاي نيوز عربية، المنفذ الوديعة الحدودي.